رفض الحسين أن يهادن يزيد ولو يوما واحدا، كما رفض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعبد الأصنام ولو يوما واحدا. كان التقابل في عاشوراء بين قرآن الحقيقة وقرآن الخديعة، وبين حج الحجيج وحج الضجيج، وبين صلاة التقوى وصلاة عن الفحشاء لا تنهى، وبين الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والانقلاب على رسول الله. لقد قاتل أصحاب الحسين عليه السلام بأخلاق الأنبياء وشهامة الأولياء وخصائص القديسين، فالتضحية في سبيل الله بكل شيء من أخلاق الأنبياء، والصمود حتى آخر قطرة الدم من شهامة الأولياء، والإخلاص في جميع الحالات من خصائص القديسين. عندما يقف أهل الحق وأهل الباطل وجها لوجه ويشهران السلاح، فإنه يضطر كل شخص أن يقف في الصف الذي هو منه. هنا لا مجال للتزوير، الصادق يقف مع الصادقين، والكاذب يقف مع الكذبة، وهكذا تساقطت الأقنعة عن وجوه المنافقين في مواجهة نهضة الحسين، وهكذا تتساقط الأقنعة عن وجوه أمثالهم اليوم من خلال مواقفهم من تلك النهضة الربانية. ما دام الشرف شرفا، وما دامت الرجولة رجولة، وما دام الصدق صدقا، وما دام الوفاء وفاء، فكربلاء في كل أرض معركة، وعاشوراء في كل يوم ثورة، والحسين في كل ثورة راية.